من وجهة نظرك توقف النشاط الرياضي وتأثيره على اللاعبين وعلى الأندية كمان بشكل عام عامل إزاي؟ والله كابتن، انا بشوف ان دي يعني دي حاجه من ربنا بيدينا زي اختبار، اختبار ان احنا كنا في نعمه واحنا ما كناش حاسين بيها، ان الناس تقعد في البيوت في وقت ان حتى مستوى الدخل للبيت بيبقى مش موجود او قليل. لازم الناس دي موعظه للناس، وربنا بيدينا مؤشر كده ان احنا كنا في نعمه ودلوقتي هي مش موجوده معانا. فأتمنى إن ده يكون درس كويس لينا حتى على مستوى الشعب المصري كله إن شاء الله. هل من الممكن أن يعود النشاط الرياضي مرة أخرى من وجهة نظرك سيناريوهات العودة؟ أكيد يا كابتن، بس لازم يبقى بطرق وقاية معينة. يعني لازم تبقى بطرق وقاية طبعا ولازم بعد النفاق، بعد إن شاء الله ما الغمة دي تروح، مش قصدي إن دلوقتي يعني عشان برضو الناس ما تفهمش. لا فيما بعد، إن شاء الله لما الوباء ده يروح بإذن الله إن شاء الله. يعني أتمنى إن الدوري يرجع تاني، وأتمنى إن المية ترجع لمجاريها تاني. أنا زي بقول لحضرتك، قاعدة كبيرة في على مستوى الرياضة، في مصر الناس بيوتها مقفولة، إن عايزين العجل يمشي تاني. بس اهم حاجه نطمئن حتى على صحه الشخص المصري ان شاء الله. يعني